15. اه ما هو ده كمان من 15، فانا بحاول اراجع ال 15 دول نحطهم ونحطهم نقطه انطلاق. حتى ولو مش نهائي يعني، لانه مش نهائي، لانه طيب احنا نبدا الاول. يعني ايه مساء الخير يعني ده بس يعني دليل مناقشه. هو استاذ جمال في ورق اكتر من حد بعد الاستاذ محمد علي. احنا كنا عايزين صوره بعد كده، لكن مش بصفه هو مش احنا للمجموعة التي تعد أو تحاول صياغة مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وبس ببلغ حضراتكم باعتذار الأستاذ صلاح عيسى عن حضور هذه الجلسة لظرف خاص. والحقيقة مناقشات الجلسة الأولى كان فيها الكثير من العصف الذهني إذا صح هذا التعبير، وانتهينا إلى مناقشة معايير تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أسلوب تشكيله يعني ومصادر التمويل. وكان الأستاذة منى الشاذلي مكلفة ومعايا وأنا كمان إن احنا هنقدم يعني ورق في هذا المجال للمناقشة، بالإضافة إلى ما قد يأتي من أي عضو من الأعضاء الموقرين.